فريق 2004 بقى يا جماعه بيواصل تصدره لبطوله الجيزه بالفوز على اورنج بثلاثيه، كما فاز ايضا فريق نادي الزمالك 2004 على اورنج بنتيجه 3-0 في المباراه اللي جمعت للفريقين على ملعب الاخير بالجوله الخامسه من دوري الجيزه. احرز اهداف نادي الزمالك محمد اسعد هدفين، محمود حسن هدف، ويمتلك نادي الزمالك 15 نقطه بالعلامه الكامله من خمس لقاءات. يقود الفريق طبعا كابتن رفاعي محمد مديرا فنيا، كابتن هشام ابراهيم وناجي فضل ومحمد فوزي مدربين مساعدين، مصطفى جاد مدرب حراس مرمى، مهند ياسر اداري، محمد علام اخصائي واصابات وتاهيل، ابراهيم بحر عامل للمهمات. ده كابتن رفاعي اللي قاعد نجل، طبعا نجل كابتن الكبير رفاعي محمد من الظهير الطائر في جيل الستينات. 2008 فاز فريق 2008 لكره القدم على بلديه المحله بنتيجه 2-0. المباراه كانت على ملعب بلديه المحله الحقيقه، وكانت في الجوله السابعه بطوله الجمهوريه. اهداف نادي الزمالك ابراهيم عصام وعبد الرحمن محمد، والزمالك بيمتلك 19 نقطه خلف انبي صاحب المركز الاول برصيد 21 نقطه. الامور قريبه، والمواجهه المقبله يوم السبت هتبقى مع انبي. طبعا بالتاكيد محمد ابراهيم المدير الفني لفريق نادي الزمالك، ومحمد عمر ومع محمد عمر واحمد اسامه مدربين، احمد عبد العزيز بوكس مدرب حراس مرمى، خالد عمران اداري، ماهر محمد اصابات وتاهيل، ادهم سيد عامل مهمات. بالتاكيد هم عاملين حسابهم بشكل كبير جدا 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 على هذا اللقاء، وبيأملوا ان هم يكسبوا انبي علشان يتصدروا المسابقه، وان شاء الله باذن الله يكسبوا هذه المباراه. اخر خبر بقى مع فريق البراعم، فريق 2010 اللي بيلعب دلوقتي حاليا بطوله الجيزه، فاز على اجياد 10-0. 10-0 يا جماعه، دي لقطات من المباراه. كانت المباراه في ملعب الراحل ابراهيم يوسف بنادي الزمالك الجولة الخامسة بطولة دوري منطقة الجيزة. أهداف نادي الزمالك ياسين مصطفى، الأسماء دي كلها افتكروها بس واحدة واحدة، الأسماء دي واحدة واحدة كده هنقولها علشان الأسماء دي يا جماعة افتكروها. ليه بقى؟ لأن الناشئين معروفين عندكم شوية، لكن دول مش معروفين قوي، فأنا بركز على الأسماء دي. ليه؟ لأن الأسماء دي في يوم من الأيام بعد عمر طويل كده أو قصير يعني، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى مدينا طولة العمر وشفنا الولاد دول بيلعبوا فريق اول، يبقى اوكي هطلع انوه عليها. لو يعني ما كناش موجودين يبقى افتكروا الاسماء دي، الاسماء دي ان شاء الله تبقى نجوم كبيره جدا جدا في نادي الزمالك. ياسين مصطفى احرز هدفين، محمد احمد الديب وياسين عمرو وعمرو رضا ومحمد حاتم وادهم عادل واحمد علي بسيوني وياسين محمود ياسين وفتحي محمد، كل واحد هدف. افتكروا الاسماء دي اللي انا بقولها، لان بحقيقه يعني الفرقه دي فرقه بتضم مجموعه كبيره جدا من اللعيبه المميزين جدا 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 جدا، وليهم مستقبل كبير في نادي الزمالك. بيقود الفريق فنيا كابتن عمرو مجدي، هو ايدر الصغير يعني نجل، طبعا مجدي ايدر عارفينه، طبعا مجدي ايدر بيجي معانا ماتشات، كان بيجي معانا ماتشات كتير جدا جدا جدا. مصطفى عبد العظيم، مصطفى حلمي مدربين مساعدين، احمد صلاح مدرب حراس المرمى، هشام رسلان تاهيل واصابات، محمد صبحي اداري، محمد سليمان عامل مهمات. دي بعض اللقطات من هذه المباراه اللي انتهت 10-0 لصالح نادي الزمالك. تمنياتنا ان شاء الله لكل قطاعات الناشئين والبراعم في نادي الزمالك بالتوفيق ودوام دايما فايزين على طول. من الفرق او من يعني جماعه الانديه اللي الحقيقه يعني مش عايز اقول لكم مليانه مواهب، والله العظيم مليانه مواهب ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله نبارك لنادي الزمالك على مستوى الفريق الاول وعلى مستوى قطاعات الناشئين والمراعم هذا الموسم باذن الله.